السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه الغريبيه اللي هي حلوه تقليديه جزائريه، راح نخدموها غير بالزيت، يعني وصفه اقتصاديه جدا تجي تدوب في الفم البنات، سخطو يعني الغريبيه تاع الزيت شويه واعره، كاين اللي ما تنجح لهمش، كاين اللي تجيهم يابسه. اليوم ان شاء الله باذن الله تخدميها لاول مره، راح تجيك تدوب في الفم، يعني غير بيدك راح تتفتت كامل وبجميع اسرارها. وراح نمد لكم واحد المكون اللي يزيد لها بنه على بنه. بسم الله، عندي لهنا كاس تاع الزيت، اي نوعيه تاع الزيت عندك في الدار اخدمي به، كاس يكون معمر مليح. انا خدمت بالكاس تاع 240 مليلتر، راح نضيف عليه قرصه تاع الملح، بالك وتنساوها البنات سخطو في الغريبيه، بالك وتنساو الملح، ونضيف عليهم كاس الا ربع سكر ناعم. لهنا كيفاش تعرفوا كاس الا ربع؟ حبسوا عند هذاك الخط، راح تجيكم الحلاوه معتدله جدا، ما تجي حلوه بزاف، ما تجي ناقصه حلاوه. وثاني المكون اللي راح يزيد لها بنه على بنه، وعلى بالي بلي بزاف اللي يخدموا به ويديروه، هو الجلجلان مرحي. انا للامانه كان عندي جلجلان مخلط مع الجوز، يعني ما عنديش انا وين نرحي الجلجلان، واش ندير؟ نخلطه مع المكسرات ونرحيه. هاد الخطره كان عندي مخلط مع الجوز. من توما اذا عندكم وين ترحوا الجلجلان واش ديروا؟ ديروا زوج مغارف كبار جلجلان. حبيتوا تحمصوه حمصوه، حبيتوا ما تحمصوش ما تحمصوش، انا ما كاش محمص، راح كيما نقولوا يخلي البنه تاع الزيت تختفي تماما، يعني احنا استغناو على لافاني، نكتفيو بهذاك الجلجلان، ريحه الزيت كامل ما تلقاوهاش في الغريبيه، يمد لها ذوقه روعه. نبدا نضيفو في الفرينه. القاعده الاساسيه في الغريبيه واش تقول؟ كيلا تاع الزيت هي كلي دير كيلا تاع السكر، احنا درنا كيلا الا ربع باش ما تجيش حلوه، بثلاث كيلا تاع الفرينه، هذه هي القاعده الاساسيه تاع الغريبيه. نكمل الفيديو. لهنا درت كاس الاول تاع الفرينه وضفت عليه مغرف ممسوحه صغيره ممسوحه خميره الحلويات، يعني حوالي نص باكي ولا اقل شويه. الوصفه التقليديه ما فيهاش خميره الحلويات، محنا توجور نديروها علاش؟ باش تزيد لنا خفه، وتاني الغريبيه تاعنا تتشقق، يعني تمد المنظر بزاف شباب. درت لهنا الكاس الثاني ولا عفوا الفارينه راني مغربلتها، وتاني راني ندير الكيسان ممسوحين ماشي بومبي، يعني راهم ممسوحين مع الفارينه، راهي مغربله يعني راهي خفيفه. زدت لهنا نبدا نضيف الكاس الثالث، راح نضيفه تدريجيا. وكما قلت لكم القاعده الاساسيه تاع الغريبيه كيلا زيت بكيلا سكر بثلاث كيلات تاع الفرينه، احنا نقصنا كميه السكر باش ما تجيناش حلوه، اللي يحبها حلوه يدير كيلا تاع السكر هكا. ونبقى نضيف الفرينه ولهنا عجنوها البنات، انا هكا خدمتي في الغريبيه نعجنها، شوفوا كيفاش راني ندير لها، يعني هكا باش تجيكم رطبه، باش تجيكم بزاف هايله هكا. قعدوا عجنوا فيها كيما راكم تشوفوا، وشوفوا لهنا انا درت 3 كيلات فرينه ممسوحين هكاك ما كفاتنيش، رحت زدت ربع كاس تاع الفرينه. وكما قلت لكم نتوما تقدروا تكتفيوا بثلاث كيسان معمرين مليح، تقدروا تزيدوا ربع كاس، وتقدروا يعني تدي لكم ثلاث كيسان زعما هكا ناقصه شويه. البنات راهي نوعيه الفرينه تلعب دور كبير بزاف، كاين فرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. انا نفس الوصفه مالفه تدي لي ثلاث كيسان سواسوا، ومالفه تدي لي ثلاث كيسان ناقص شويه، واليوم شوفوا خدمت معاكم خدات لي ثلاث كيسان وربع. المهم هذا هو القوام تحصلوا عليه، تنشفوها مليح البنات، تنشفوها مليح، شوفوا يعني باينه في يدي راهي ناشفه، ما تخلوهاش طريه بزاف باسكو تهبط لكم في الفوق شوفوا. وتاني اهم ملاحظه في هذه المرحله، كي راني نخدم في الغريبيه الكويزينير تاعي راهي مشعول على اقصى درجه، راني شعلت لها على اقصى درجه، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، شوفوا يعني راني نخنوسي لكم هكا باش تشوفوا مليح. وهاد الملاحظات جد مهمين لنجاح الوصفه البنات، سورتو المبتدئات، تبعوا كاع الفيديو ماشي تدوا الوصفه وتخرجوا ومن بعد تقولوا ماشي ناجحه. البنات تبعوا كامل الفيديو، راهي الملاحظات اساس نجاح الوصفه. بالنسبه للمبتدئه ثاني ديروا هكا وهكا، خدموها وحده دخلوها الطيب وشوفوها اذا طاحت ولا ما طاحتش، اذا طاحت لكم واش ديروا؟ تزيدوا الفرينه. ونجي لهنا نبدا نشكل فيها، شوفوا الشكل تاعها يعني التقليدي هذا هو، وشوفوا غير بكاس تاع الزيت دارت لي حوالي هكذاك 24 حبه، والحجم تاعهم كبير ما درتهم صغار كامل هكا. نكملهم كامل
ولهنا نجو نهضروا على طريقة الطهي تاع الغريبية. شوفوا كاين زوج طرق، يا تشعلوا لها من تحت، اول حاجة طيبيكم من تحت كي تشوفوا خدات لون صفر، ومن بعد زيدوا تشعلوا لها من الفوق. يا الاحسن طريقة اللي تحب زعما الغريبية تاعها تجي مشقة كامل، واش دير؟ تشعل لها من الفوق، يعني الغريبية طيبها من الفوق قبل ما طيبها من تحت، ديريها في الرف التحتاني كامل، تشعلي لها من الفوق على حوالي هكذاك 200 درجة، يعني تكون نار ماشي قليلة ومشي قوية كامل، تكون متوسطة هكاك حوالي 200 درجة. ومن بعد تخليها هي حوالي هكذاك 15 دقيقة حتى 20 دقيقة تبدا تتشقق. كي تتشقق لك من الفوق واش ديري؟ طلعي السنيوة ديالك للرف الفوقاني كامل وتشعلي من تحت حتى تاخذ لك اللون هكاك يكون صفر صفر هكا، يكفي ما تحمروهاش بزاف من تحت. هذا هي طريقة طهي تاع الغريبية. نعاود لكم، ديروها في الرف التحتاني كامل، تشعلوا لها من الفوق حتى وين تتشقق، النار تكون متوسطة. كي تشوفوها تشقت طلعوها للفوق وتشعلوا لها لتحت حتى وين تاخذ لون صفر وتكون واجدة. انا لهنا هاي لك طيبتها بهذا الشكل، احنا ما نحبوش الغريبية اللي تكون يعني حمراء، وانتم لكم الاختيار، احنا نحبوها هكذا تكون بيضة، الغريبية تاعنا تجي بيضة ما تجيش حمراء. وكل واحد وكيفاش مال في اللون تاعها كيفاش يجي. شوفوا من تحت كيفاش طيبتها الصفرة بهذا الشكل، نخليها تبرد ونقدمها معاكم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي هي غريبية بالزيت، جات ما شاء الله البنات، شوفوا مشقة بزاف شابة وبزاف بنينة وتدوب في الفم البنات، يعني ما تجيش هذيك الغريبية اليابسة، لا لا البنات تجي تدوب في الفم. دوك تشوفوا كي نحل لكم حبة، وكي تشوفوها تشقت لكم هكا عرفوا بلي راهي ناجحة. شوفوا يعني راني غنساعد فيها تلمو جات ما شاء الله، شوفوا كيفاش، شوفوا لهنا الحبة هذه نقسمها لكم بيدي باش تعرفوا بلي صح جات تدوب في اليد قبل الفم. وتاني الغريبية تاع الزبدة تجي طرية على غريبية تاع الزيت، غريبية تاع الزيت اذا لحقتوا وين هكذا تقسموها كيما راني ندير هكا بيدكم بهالطريقة عرفوا بلي راهي ماشي ناجحة، برك راكو نجحتوا فيها مليار في المئة، باسكو كان يخدموا غريبية الزيت وتجيهم يابسة. مي شوفوا لهنا كيفاش جات الدوب، ونزيد نقسمها لكم بالموس باش تشوفوا كيف تاني كيفاش جات. شوفوا الموس هذا كيدخل تم تم، يعني ما تطير كي اللي قسموها تطير لهم، هذه لا لا شوفوا يعني خفيفة خفيفة بنينة طرية بزاف هايلة البنات، والذوق تاعها هايل، هذاك الجلجلان مدلها ذوق روعة. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله، سلام.